والله انا ما اخبيش عليكم يا جماعه، انا الفرع الرئيسي لشركاتي كلها في مصر، لكن باذن الله خلال اسبوع هندور على اي مبنى لاي حد عايز يبيع في البلد هنا علشان يبقى المقر التاني لبنك النور، وان شاء الله هندفع فوائد 13.5% لاي مبلغ هتحطوه. لا هو انت ناوي تفتح بنك ولا ايه يا حاج نوري؟ الله الله الله، جرايه يا استاذ عبد الحليم، ايه الحاج نوري ده؟ ده كان زمان الكلام ده. نهدى شويه من فضلكم، من فضلكم يا جماعه، نهدى شويه، نهدى شويه، نهدى من فضلكم، من فضلكم يا اخوانا. ما انتوا عارفين ان دايما اي مشروع او اي عمل خير لازم يطلع له ناس مشككين، ناس تشكك فيه زي الاستاذ عبد الحليم غريب المحامي. الناس دي ناس هدامه لانها ما نجحتش في حياتها، ولانهم دخلوا السجن واصبحوا ارباب سوابق، عشان كده ما بيحبوش الخير لحد. وايه يعني؟ في ايه يعني لما ادخل السجن وابقى من ارباب الثواب؟ هو ده يمنع ان حد يجاوب على سؤالي؟ لان نواياك معروفه. لو كان اي حد في المؤتمر سال اي سؤال او استفسر عن اي حاجه كنا هنقولها له، لكن انت واللي زيك من الهدامين لا. الكلام ده مظبوط، عنده حق. يا جماعه يا جماعه ما تتسرعوش، لازم يكون عندكم وعي، لازم تحطوا تاريخ الناس دول كلهم قدامكم قبل ما تتكلموا. يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا استاذ عبد الحليم، ده ربنا غفور رحيم. وبعدين دول ناس جايين وجايبين معاهم الخير لينا ولولادنا، دول هيدينا فايده 13.5% واحنا قاعدين في بيوتنا على راحتنا، يعني يا جماعه اكتر من بنوك الحكومه. أشكركم يا أهل بلدنا على الثقة الغالية دي، وزي ما قلت لكم قبل ما يجي الأستاذ عبد الحليم غريب المحامي إن أنا شخصياً مش هغامر باسمي وسمعتي مع ناس غير موثوق فيها. وبعدين الناس دي ما بتشتغلش في السر، لا دي مشاريعها قدام كل الدنيا وبتعمل لها دعاية في جميع الجرايد والمجلات، وعشان كده مشاريعها بتكبر يوم عن يوم، لدرجة ان الشركات العالمية والبنوك عايزين يشاركوهم. بس انا فكرت وقلت لا، اهل بلدنا وولاد بلدنا اولى بمكاسبنا. وانا من هنا بقول لكل الحاقدين ولكل اعداء النجاح ان الحاج نور واللي زيه من رجال الأعمال الشرفاء، شركاتهم بتشتغل في النور، وإعلانات شركاتهم مغرقة الجرايد والمجلات ووسائل الإعلام، يعني الحكومة عارفة عنهم كل حاجة. طب لو كان في حاجة غلط يبقى كانوا إزاي هيشتغلوا قدام الدنيا دي كلها؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تجري المشاوير وخطوتك مش
مش لاقية مصير، تبقى الكبير ابو ربع ضمير ولا الفقير اللي ملوش ضهر، ويعدي يوم ويعدي يوم ورا يوم ورا شهر. بصراحة يا ممدوح بيه، انت اساسا مالكش حق تمد ايدك على الورد، كفاية الوردة اللي في ايدك التانية. عندك حق، اتفضل. تسمحي تقبلي مني الوردة دي؟ ميرسي يا استاذ عبد. طبعا اسمك هبارك يا العريس والعروسة. اتفضلي اتفضلي. مبروك. الله يبارك فيك. Congratulations. Thank you. واضح ان الناس هنا قلالات الذوق قوي، سلموا علي عادي جدا كأني واحدة عادية. يا حبيبتي الناس اللي هنا غير الناس اللي عندكم في مصر، وبعدين دول عاملوكي بمنتهى الاحترام. انت كمان كنت عاوزهم يتعاملوا معايا بقلة أدب؟ انا ما قلتش كده. هي مين الست الأنزوحة اللي مع ممدوح دي؟ بيقولوا انها ممثلة، بس تصدقي اي ثينك ان انا شفت لها حاجة قبل كده. مالها متأنزحة علينا كده ليه؟ ما تورينا شطارتك. وحياتك لو اوريكي هجيب لك مناخيرها الارض. لا قولي لي صحيح، هو صلاح ليه ما جاش النهارده؟ بيقول انه مشغول، وبعدين التحقيقات اللي هو فيها تمنعه انه يجي افراح. وانتي بقى مصدقة السبب ده؟ ليه يعني، شايفاني عبيطة؟ اكيد لا طبعا، طول ما انا موجوده صلاح ما يقدرش يكون في نفس المكان اللي فيه ممدوح فوزي، لان ما يقدرش يبص في عينيا. حتى لو عارف ان احلام دي معاك، اهي بقى الاستاذه اللي معاه دي دلوقتي هو جايبها مخصوص عشان يغيظني بيها، عشان كده بقى هنكد عليه دلوقتي. انت ناويه تعملي ايه بالظبط؟ هتشوفي كمان شويه. انت جايبني من مصر لامريكا عشان احضره؟ دول الناس دمهم تقيل قوي. الناس اللي مش عاجبينك دول من اهم رجال وسيدات البيزنس في العالم كله، ده غير اتصالاتهم الجامده جدا. ايه يعني واصلين للبيت الابيض يعني؟ متريق. اقدم لكم مستر عبد السوقي، صحفي كبير في مصر. ويلكم. اهلا وسهلا دكتور ويليام. اهلا
Nice to meet you. مستر بنجامين، نائب مدير البنك الدولي. اهلا وسهلا. اهلا. مستر جورجي مشعلاني، لبناني الاصل وبيمثل القوة الحقيقية للاي اف سي. الاي اف سي، الهيئة الدولية للتمويل. اهلا وسهلا. اهلا. الحقيقة دي صحبة عظيمة جدا. اما بقى الدكتور ويليام فهو صاحب الدعوة الرسمية اللي جات لك على الجورنال. مردودة له ان شاء الله. مردودة لك يا دكتور اول ما ننزل مصر. لا لا، احنا عاوزينك هنا، عايزينك تبقى صحفي دولي. انت مالك بتتكلم عنهم زي ما تكون فقير؟ انت ممدوح فوزي المليونير. انا مليونير هناك في مصر، لكن هنا وسط الناس دول لا يا حبيبي. الناس دي والاكبر منهم بيتحكموا في اقتصاد دول كتيره قوي. غريبه ان سيد شندي وصل له وقالي يطلع صاحب عبده تسوقي كمان. ثانيه واحده يا جماعه من فضلكم، في كلمه عايزه اقولها. في الحقيقه انا من ساعه ما جيت هنا الكل بيتحايل عليا اني ارقص في اي حته وفي اي مكان، بس انا كنت برفض. وفي نفس الوقت وعدت الدكتور سيد، والوعد ده كان بيني وبينه وفي وجود طبعا صلاح جوزي، ان شاء الله اول ما ياخد الدكتوراه بتاعته هنعمل له بارتي جانن في البيت. بس بقى بالمناسبه السعيده والمفاجاه اللي كانت ليا في زفافه النهارده للجميله جينيفر، انا قررت اوفي بوعدي وهرقص لهم رقص. اوكي.
عايز اسحب 100,000 جنيه. تسحب ايه؟ 100,000 جنيه. ليه؟ سبحان الله في امرك يا اخي، هي دي مش فلوسي. فلوسك يا اخي ما قلناش حاجه، انما برضو احنا يهمنا مصلحتك. على فكره احنا عندنا في البنك خبراء تجاريين على اعلى مستوى، ممكن لو انت ناوي تدخل في اي مشروع احنا ممكن نفيدك. هشتري ارض، ممكن تجهز لي الفلوس بقى؟ اتفضل خدها عند الحاج نور. اتفضل معايا يا استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج نور. اتفضل يا حاج، اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا يا اهلا. اتفضل يا حاج. اسمع من بقك ربنا. ايه ده؟ انت لسه ما حجيتش؟ لسه ربنا ما قرتش يا حاج. لا اله الا الله، استغفر الله واتوب اليك. بقى يا راجل جاي تسحب 100,000 جنيه وانت ما حجيتش بيت ربنا؟ انت اسمك ايه؟ جابر. بص يا اخي جابر، احنا هنا بنعمل على راحة العميل، وزي ما انت عارف والحمد لله لينا خبرة في التعامل مع التجار في جميع المجالات. يعني لو انت ناوي تشتري حتة ارض زي ما قلت للموظف بتاعنا، احنا نشوفها لك ونتمنها لك، وكمان نتفاوض مع اللي هيبيع لك. الخبراء اللي عندنا عندهم طرق في التعامل في البيع والشراء، طرق حلال دون استغلال. ربنا يزيدكم ويغنيكم بالحلال عن الحرام. اللهم امين. امين يا رب العالمين. مستياتك بقى تمديلي على الوصلة علشان اصرف فلوسي. ايه يا عم انت؟ استغفرك واتوب اليك. لا اله الا الله. يا راجل احنا بنقول ايه من الصبح؟ هقول تاني، ورينا حتة الارض وصاحبها واحنا هنخش في الموضوع وهنخفض لك السعر. انت تكره؟ لا ابدا، هو حد يكره؟ وبعدين احنا ممكن نتفاوض معاه، وبدل ما تدفع كاش تدفع تقسيط، ولو ملوش حساب عندنا نفتح له حساب يا سيدي عشان خاطر عيونك، والفلوس اللي هياخدها منك يحطها عندنا استثمار، وهو كله يكسب. هو ده الشغل يا اخ جابر. امال احنا نجيب الفوائد الزياده ليك ولغيرك ازاي؟ وبعدين احنا لازم نكون حريصين على العملاء بتوعنا. كلام معقول، اتوكل على الله، وانا هلاقي احسن من كده فين. جزاك الله كل خير على الثقه الغاليه دي. حس كده بقى، انا كنت جاي اسحب ال 100,000 جنيه واحط عليهم 50 علشان اشتري الارض. ايه رايك بقى تاخد انت ال 50,000 دول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله محمد رسول الله. عصب شمسك يا حاج، الحاجات دي عايزه حنيه. لا اله الا الله. ادي يا سيدي ال 50,000، وكمان هجيب لك الراجل علشان تتفاهم معاه. اهو ده الكلام، والله العظيم هو ده الكلام. يا حاج نادي، حاج نادي يا حاج، تعالى النبي يا حاج معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استلم يا سيدي ال 50,000 دول من الراجل البركة الجميل ده، واكتب له بهم وصف، وموضوعه بقول قدامه اهو، موضوعه ههتم به بنفسي. والله والله هيحصل البركة. بسم الله ما شاء الله. ما تاخد لك 5 يا حاج. لا والله ما هم راجعين. طب خد لك 1. قلت لك يا اخي والله ما هم راجعين. انت حر؟ طبعا حر، وانا هلاقي ناس زيكم فين يخافوا ربنا ويعملوا على مصلحة الناس. شايف الناس اللي عارفة مصلحتها؟ اتفضل يا حاج مع الحاج نادي، يبقى خد الباب في ايدك. امك دعيالك، اتفضل من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
قبل الله قبل الله. يرضيك اللي بيحصل في بلدنا ده يا مولانا؟ واحنا بايدينا ايه بس يا ابني عشان نعمله؟ اذا كان ولاد الامور نفسهم شايفين وساكتين يسكتوا على اللي يخصهم، لكن اللي يخص العقيده لا يا مولانا. النوري واللي معاه دول هيشوهوا صوره الدين، دول حولوا الناس لكسالى يا مولانا. محدش عاد يشتغل ولا حد عايز يشتغل، وكل واحد معاه قرشين راح حطوه في البنك بتاعهم ده. كل ما احاول انصح حد ولا اوعيه يقول لي يا سيدي ما هي الفلوس بتشتغل. للاسف يا ابني مفيش حاجه نقدر نعملها دلوقتي على الاقل الا الدعاء ان ربنا ينجي اهل البلد من الكرب والهم اللي هم فيه. بس ده اضعف الايمان يا مولانا. الحقيقه يا عبد الحليم يا ابني علشان نقدر نثبتها محتاجه الوقت، عشان ما نبقاش رامين الناس بالباطل. بس الحرام بين والحلال بين. اذا كان عندك دليل قوله ونبدا افكر معاك، لكن النوري ورجالته شوكتهم قوي تقوي في البلد. بس مش هتبقى قوي من الحكومه ووزاراتها والناس اللي فيها. مين النوري ده؟ عقليه النوري دي ايه اللي تخليه يشتغل في كل حاجه ويبقى اقوى من الملوك اللي مليانه خبراء مال واقتصاد؟ الناس متبرجله يا ابني. النوري بيلعب على وتر الدين والعقيده، وده اخطر حاجه ممكن يلعبوا بها الناس. الناس في بلدنا غلبانه قوي يا ابني. يبقى لازم نوعي الناس ان النوري بيهرب فلوسهم بره مصر، يعني اللي بيشتغل الناس اللي بره، وفلوسهم هي اللي بتزيد ومصانعهم هي اللي بتشتغل، وقدام ده كله الجنيه بتاعنا هو اللي بيقل. لازم نعرف الناس يا مولانا ان فلوسهم بتتنهب وبتهرب بره مصر. الغلابه في بلدنا كتير يا ابني، والحراميه برضو كتير يا مولانا. ما النور اهو اللي بقى الحاج نور، كلنا عارفين انه الشيخ منصر، والبلد كلها عارفه كده. في مساله الهدايه دي احنا ملناش فيها، الله اعلم بعباده. بس برضو ربنا ادانا عقل نميز بيه. اللي وصل للنوري واللي معاه ده مش بالسهل، ده وراه تخطيط كبير قوي، تخطيط على اعلى مستوى، وانا متاكد ان مش هم اللي بيخططوا لوحده. ما تنساش تلبط عنصر الوقت، مهم جدا لمعرفة الجديد عن شركة النور وعن كل شركات توظيف الأموال بمصر. مفهوم بروف جينيفر. رحلة سعيدة تالبوت. أتمنى ذلك. جود لك. كانت مفاجأة بالنسبة لي إن تالبوت يقول لي إن عبد السوقي هو المستشار الإعلامي لشركة النور. هو مستشار إعلامي غير ظاهر وله نسبة كبيرة. المهم من علاقته بشركات توظيف الأموال لازم تكون لصالحنا. إزاي يا بروف هو كاتب مقالات كتيرة عن توظيف الأموال وشجع ناس كتير إنهم يحطوا فلوسهم في بنك النور؟ ما هو زي ما كتب عنهم وطلعهم السماء يكتب عنهم ويخسب بيهم الأرض. وهو إيه المقابل اللي ممكن نقدمه له؟ هقول لي كل شيء بعد ما تالبوت يبعت لنا ويعرف أصل الحكاية. أنا حاسة أنك قلقانة يا بروف. لأن الكيانات اللي زي بنك النور بتمثل خطورة على اقتصادنا في الشرق الأوسط، ومش لازم يكبروا أكتر من كده أو ينتهوا. إكسلنت. وهو ده بقى الأقرب لينا. بس قولي أنت إزاي يبقى بقالك يومين اتنين بس متجوز ومراتك تسيبك تخرج كده؟ جرى يا استاذ، وانت مفكر الجواز هنا في امريكا زي عندنا في مصر؟ صباحيه مباركه عريس وشهر عسل والكلام ده. لا طبعا يا سيدي امريكا، انما اظن يا سيد جوازك في امريكا هنا معناه ان رجوعك للجامعه في مصر بقى شيء مستحيل. انا سامع ان احوال البيزنس في مصر بقت مش ولا بد. بيزنس ايه يا دكتور؟ بقى انا بكلمك عن الجامعه في مصر وانت بتقول لي بيزنس؟ جامعة يا أستاذ، وأنا عامل دكتوراه عن الرأس الشرقي وعلاقته بالنظم الثورية في العالم الثالث. وده موضوع مهم جدا زي ما قلت لك. ولعلمك بقى، أنا شخصيا واثق تماما إن غرابة الموضوع هي اللي هتعمل لك شهرة في مصر. شهرة؟ شهرة عند مين بقى؟ عند الرقصات؟ لا، وأنت السابق، عند أي حد بيرقص. موافق لو بالمعنى اللي تقصده. بس بقى يا أستاذ، الشهرة دي محتاجة شوية تنميع عندك كده في الجورنال. وماله يا دكتور، من عناية الاتنين. هي فكرة حلوة بس محتاجة شوية ترتيب. انت صاحبي ما خبيش عليك،
هم كلموني في الموضوع ده. مين اللي فتحوك دول؟ حميد مولانا استاذ الاعلام في الجامعه هنا. وده بقى قال لك ايه بالظبط؟ مستني نتيجة التحقيق، ومن فضلك بلاش نتكلم في أي حاجة لأني مش متحمل. أنا اللي ما بقتش متحمل وشايلة كل حاجة فوق راسي، عايزة أحط وضع لحياتنا. مش هطلعك تحت أي ظرف. طب والله ميرسي قوي إن أنت متمسك بيا، بس أنا عايزة أعرف لو أنت اترفدت من السفارة هتفضل برضه متمسك بيا؟ أيوه. أوكي، يعني معنى كده بقى إن أنت طبعًا مش هتشتغل مع مرتضى صوتي لأن أنا رافضة، يعني هنرجع مصر ونبتدي من أول وجديد؟ نبدا فين ونرجع لمين؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده كتير وقلت لك ما ينفعش. وانا كمان ما ينفعش. ما ينفعش اقعد مع حضرتك وانت بتخوني وتعرف واحده تانية. ده غير بقى انك هترجع تشتغل مع ممدوح فوزي زي ما هو مخطط لك. يا ريت ساعتها بس هو يرضى. ايه ده؟ انت ايه يا اخي؟ انت بجد مستفز؟ عمرك ما هتتغير؟ ما عندكش اي مبادئ؟ انت كل حياتك انك بتفكر في نفسك وبس، انسان اناني. صدق كل ما بعرفك اكتر كل ما بتنزل من نظري اكتر. نو من فضلك؟ بلا من فضلك بقى، بلا مش من فضلك، كفايه بقى. انا مش هطلقك. وده مش هتطلقني وبتغير عليا قوي كده. سبتني اروح فرح بتاع سيد شندي ليه؟ عشان ممدوح فوزي كان هناك ورقصتي، مش كده؟ ايوه كده، ورقصت بمزاجي. بس واضح ان هو حكى لك كل حاجه عشان يكسرك قدامه اكتر. كفايه ارجوك، كفايه. على فكره بقى انا مستنيه معاك عشان انا بنت اصلي لحد بس التحقيق ما يخلص، لكن under any circumstances هتطلق يعني هتطلق. شفت؟ كنت هنسى اقول لك في دعوه ليك من عبده دسوقي بمناسبه الدكتوراه بتاعت سيد شندي. انت هتروحي؟ طبعا. وعلى فكره انت هتيجي معايا عشان المفروض ان انت قدام الناس جوزي، وهتيجي معايا حتى لو ممدوح فوزي هناك. ده طبعا مش عشان شكلك انت، ده عشان شكلي وبرستيجي انا. بس فعلا امريكا حلوه قوي. قول لي صحيح، انت اللي طلبت من حميد مولانا حكايه الدعوه اللي بعتها لي دي؟ بصراحه جينيفر مراتي، انت ما تتصورش مدى علاقتها هنا عامله ازاي ومين. لا، ما انا شفت كل حاجه في حفل جوازك. بس قول لي، هي عملت كده ليه؟ لما حكيت لها عنك وعن مواقفك معايا قالت لي ده صديق مخلص ولازم نرد له الجميل ويبقى صحفي دولي. دولي؟ على قد ما هتدي على قد ما هتاخد. هو ده المنطق بتاع جينيفر. مش فاهم. الناس دول عملين قوي يا استاذ. دول عملوا لك برنامج عمل قبل ما تيجي. بدايته كانت الدعوة الرسمية من الجامعة هنا اللي استلموها عندكم في الجورنال، يعني الجامعة هنا هي اللي اختارتها، وده الشيء يخليك مميز جدا في التقارير اللي بتتكتب عنك. الله 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 يا ابو سين، ده انت امريكا غيرتك خالص. دلوقتي بقينا نعرف التقارير واللي بيتكتب في التقارير. تلميذك تلميذك وعلمتني ازاي ابص لبعيد بعيد قوي. يعني انت عارف ان الدعوه اللي بعتوها لي دي هتخلي شافع نفسه يعمل لي مليون حساب؟ مش شافع بس. الله ينور. انا كده بدعوه زي دي يا دكتور ممكن يدوني لقب صحفي دولي، وخصوصا بقى بعد ما ارجع واعمل شويه دعايه واكتب شويه مقالات عن المحاضرات اللي هنعملها مع الجاليات العربيه. هو ده الكلام. بعدها بقى تبقى اتصالاتي مباشره بالوزراء ورئيس الوزراء، وكل ما تعلى سلمه توصلك للسلمة اللي أعلى منها. تخيل يا سيد، أنا عمري ما حلمت إن أكون رئيس تحرير جريدة خوفو دي. أنت؟ أنت؟ آه والله يا أبو السيد، أنا أصل أحلامي أكبر من كده بكتير. خير يا حاج؟ عايزني؟ أهلا بالحاج عطيات، ست الستات وست الناس كلها. وعليكم السلام يا حاج. ايه الكلام الفاضي ده يا شيخ؟ هو في بين الراجل ومراته برضه سلامات وتحيات؟ ده كلام.
مع انه ما ينفعش، احنا كده نعتبر في خلوة. خلوة ايه؟ ده احنا قاعدين في البنك، يعني فيه ناس، والمفروض انك انت قدام الناس والدنيا كلها مراتي. حلالي بلالي. جرى ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده ملعوب. خلاص، احنا نستنى الاستاذ عبد السوقي اول ما يرجع من امريكا وانا هحكي له الموضوع. موضوع ايه بالظبط؟ بني وطني، اجلس بينكم اليوم تتنازعني مشاعر متناقضه. فانا اولا اشعر بالفخر لانني، وكما علمت من البروفيسور حميد مولانا صاحب دعوتي اليكم، لا التقي اليوم بمغتربين عاديين، بل انني اجلس الى وجهاء الجاليه العربيه والمصريه. وانا ثانيا اشعر بالعجز عن التعبير، برغم انني الكاتب صاحب القلم، ومع ذلك فانا لا استطيع ان اعبر عن سعادتي لما سمعته عن نجاحاتكم. سمعت عن نجاح الاطباء المصريين هنا، وسمعت عن نجاح المهندسين ورجال الاعمال، وكذلك سمعت عن نجاح من جاءوا منكم من مصر في عصور مضت لعدم إيمانهم ببعض السياسات الخاطئة تجاه القوى العظمى وعالم رأس المال. أنا أبلغ بكل فخر صاحب رأس المال في مجموعة شركات النور، واسمي بقى زي الطبي. طب يا أخي ربنا يزيدك كمان وكمان. متشكر، بس من الآخر كده، واللي أنت عاملة نفسك مش واخدة بالك منه انك مراتي قدام كل الناس. طب ما احنا ما اختلفناش. انا ليا حق فيكي. حق ايه؟ لا عندك. الجواز اساسه الاشهار، وانت عايله بعظمه لسانك قدام الخلق كلها انك مراتي، صح ولا لا؟ انما احنا لا في بينا لا عرض ولا قبول. هات اللي يثبت بقى. انت جرالك ايه؟ ما انت كنت كويس. عشان الناس بقت تاخد بالها انك انت ما بتجيش معايا مصر وانا مسافر، ولا بتيجي تقعدي معايا في بيتي الجديد في عليوب، وقاعده في الشقه الجديده اللي انا دافعها بفلوسي. يعني انت عايز ايه بالظبط اصلا؟ عايز اتجوزك بجد يا بت، ولا ليكي شوفة حاجه تانيه؟ اسمحوا لي بقى اتكلم معاكم بشكل ابسط. لازم تعرفوا ان انا عرفتكم واحد واحد من البروفيسور حميد، يعني انا عارف كويس انا بتكلم مع مين. والحقيقه احب اقول لكم ان لقيت ان انتوا فعلا وجهاء الجاليه المصريه. ما تتخيلوش قد ايه انا سعيد بيكم، ما تتخيلوش قد ايه انا فخور باني مصري وقاعد في وسط مصريين مغتربين، ومع ذلك محققين اقصى درجات النجاح في الغربة. عشان كده يا جماعة انا قررت اني هكتب عن كل واحد فيكم، قررت اني هخصص عمود في الجورنان هكتب فيه تجربة نجاح كل واحد فيكم، سواء في مجال دراسته او في مجال عمله. ما هو انتوا لازم تكونوا قدوة لكل مصري عايز ينجح برا بلده. لازم كل واحد من شبابنا في مصر يعرف قد ايه انتوا كافحتوا ونجحتوا هنا، هنا في أمريكا بلد العلم والاقتصاد الحر. الكل في مصر لازم يعرفوا ان الجالية المصرية في أمريكا بخير، وانكم عمركم ما نسيتوا مصر، وان مصر هتفضل غالية عليكم، مصر هتفضل جوه عينيكوا. مصر هتفضل غالية عليا، مصر هتفضل جوه عينيا. هو ده شعارنا من اللحظة دي، وهو ده برضو اللي هيكون شعار الجمعية اللي أنا فكرت دلوقتي حالا في إنشائها في مصر. أنا يا جماعة هعمل في مصر جمعية وهسميها جمعية أحباء مصر في الخارج، وعبد السوقي شخصيا هيكون في خدمة الجمعية دي برا وجوه مصر. الراجل ده ما يتسمش يا ممدوح، لا هنا ولا في مصر. أشكرك على إحساسك بمشاكلنا. أنا اللي متشكر جداً على إحساسك الرقيق ده.
ممكن لو سمحت تقبل مني الوردة دي؟ ممكن طبعا. متشكر جدا. وبالوردة دي برمز الحب ده اسمحوا لي ان احنا ننهي اجتماعنا الاول، لكن انا بوعدكم ان التواصل بيننا هيكون دايما مستمر، والتواصل بينكم وبين الجورنان هيتم بشكل مباشر معايا انا. وبالنيابه عن مدام دولي اللي ادتني الورده دي اسمحوا لي اني ارمي اوراقها عليكم. اسمعني بقى كويس قوي يا نوري علشان نخلص من الموال ده. استحاله حاجه تتم والاستاذ مسافر، فاستهدى بالله واستنى لما الاستاذ يرجع وبتكلم معاه، واللي يقول عليه الاستاذ هيمشي. شكلك مخبيه حاجه. قولي لي عطيات، انت والاستاذ في بينكم حاجه؟ يا اخي تيه ربنا حرام عليه. لغايه دلوقتي انا متقي قوي قوي فيكي، بس يعني كده الواحد يبدا يشك ان بعرور اخوكي كان عنده حق. وايه اللي دخل بعرور في كلامي؟ اللي انت متعرفوش يا حلوه ان رجالتي هم اللي انقذوكي بعد بعرور ما حبسك. اي نعم الاستاذ هو اللي امر، لكن انا اللي نفذت. مش في دماغي حاجة أيامها، لأن كنت ما تخصنيش، لكن دلوقتي الطوبة جت في المعطوبة وبقيتي مراتي. الوضع ده ما ينفعش، وما ينفعش حاجة تهد، لأن لو تهد هتهد حواليه حاجات كتير قوي. تخيلي كده إيه اللي ممكن يحصل.